وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أسكن في باريس وأحاول جاهدا الخروج من هذه الدولة الكافرة، فما نصيحتكم لي؟ وما هي الأشياء التي تساعدني على تقوية إيماني لأخرج وأهاجر من هذه البلاد إلى بلاد المسلمين؟ الله جل وعلا قال: اتقوا الله ما استطعتم، فأن تعمل ما تستطيع. والهجرة إذا كنت لا تقدر عليها فأنت معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فالمستضعف والعاجز عن الهجرة يعذر إلى أن يستطيع، فإذا استطاع يهاجر. نعم.